إذن العادية في حياتنا صفة ملازمة لكثيرين في تفكيرهم، في طموحاتهم، في كلماتهم، في طريقة حديثهم. نرحب جدا بالخبير الإعلامي والأستاذ طارق زروق، المؤسس أكاديمية بامتياز. مرحبا بك أستاذ طارق. أهلا بك، صباح الخير على جمهوركم الكريم وعليكم. منور السودان يا الله يخليك بنوكم. شكرا لك. الله يعافيك. مرحبا بك، سعيدين والله بوجودك، وإن شاء الله يعني ستكون مساحة بامتياز. ان شاء الله. ان شاء الله. العنوان جاذب وفي حد ذاته مساحه، لانه الزول يتكلم في اكثر من اتجاه، لا تكن عاديا. كده نعلق مدخل اول على العنوان والموضوع. طيب، عشان ما تكون عادي، اذا عكست كلمه عاده، العمله طبعا عندها وجهين، الوجه الثاني انك تكون متميز. نعم. اسمحوا لي ابدا بقصه سريعه يمكن تدينا فكره. نعم. عن النقطة. يتفضل. فقال لك مطار جي اف كي في نيويورك مثلا، يوم من الايام بقى مظلم كله، اي حاجة وقفت، ما في اي حاجة، الطيارات وقفت، اي حاجة، الساتلايت، الرادار، كل حاجة وقفت، ظلمة شديدة، طبعا كارثة، المطار ضخم جدا في نيويورك. طيب يعملوا شنو؟ مشوا فكروا، قالوا نكلم قسم الصيانة جي يشوف المشكلة دي وين. جو قسم الصيانة، فتش، ما خلوا حاجة، فتحوا الفيوزات اللي ما يركبوا تحت الواطة، ما لقوا اي طريقة يحلوا الموضوع ده، والطائرات متأخرة والناس زايدة وقاعدة وزهجان. قالوا نتصل باكبر شركة بتاعت هندسة الكترونيات وكهرب، جابوهم، حاولوا، قالوا لهم ما عارفين نعمل شنو. قام في واحد قال يا جماعة، انا في زول بعرفه ممكن يحل لنا المشكلة دي، انا حضرب له تلفون. ضرب له تلفون، الزول ده جاء بعدته عاين كده، مشى طوالي، شاف لي علبة بتاعت فيوزات كده، مشى لها طوالي، فتح لك العلبة، لقى الفيوزات، قام عاين كده في مسامير طبعا، قام شال لي مفك، عاين، بس خدته في مفك واحد، قام لفه، مش لفه، كهربا رجع، قام عاين لي كده، عاين للناس طبعا، ده حاجة عجيبة جدا يعني، قام باقي القصة بس شنو، قدام الفاتورة، فاتورة كاتب فيها $1,000. فهم قالوا ليه اخذت لفيت لك مسمار يا اخي؟ الله. $1,000؟ قال ما في مشكله، جيبوا الفاتوره بتاعتكم دي. كتب لفه المسمار $1، عشان تلقى المسمار المناسب عشان تلفه $999. وكمل للحاجه اللي انت بتسويها. فالفكره المدخل بتاع القصه ده، انسان متميز. نعم. ده زول ما اي زول بيقدر يعمل عبن. قدر ما حاولوا يفتشوا، ما هو ما زول واحد، التميز ما محصور عليه. صحيح. ممكن كلنا نكون مميزين، لكن الانسان متميز لانه ما اي زول بيقدر يعمل الحاجه اللي هو عملها. المتميز هو الشخص لا ينافس الاخرين، ودي برضه من المفاهيم المغلوطه. احنا دائما متعودين شنو، تشتغل في محطه جديده، في المدرسه، في الجامعه، نافس الناس. المتميزين هم بيمثلوا بالمناسبه شريحه صغيره جدا، حوالي 10% من البشر في اي حته في العالم. و90% عاديين. عاديين. عجيب. اي، لكن هم ما بيفكروا ابدا بالطريقه العاديه. طيب صفات المتميز شنو يعني كحصر للنقاطه؟ اكثر حاجه بتميز بتميز المتميز عن غيره شنو؟ انا جايك للنقطه دي، كنت عايز اقول انه ما بينافسوا الاخرين، بينافسوا نفسهم. نعم. ده اللي بيميزه. لانه عارفين في دراسه. بس معلش يا استاذ طارق، بينافسوا نفسهم كيف؟ ايوه، لانه الان يعني في مشاهد بيتابعنا ممكن يستغرب من العباره، تحتاج الى بعض التفصيل. بينافس نفسه كيف؟ لو شفت الدراسات كثيره جدا بتقول الانسان العادي بيستعمل 10% بس من طاقته العقليه، 10 اللي هي احنا حاجه بسيطه جدا. كل الذين صنعوا فرق وامجاد في الحياه استخدموا 10%. الناس العاديين، الشخص العادي بيستعمل 10%. 90% موجوده، يعني 90% من البشر بيستعملوا من قدراتهم العقليه 10%، بس في 90% لسه ما خشوا فيها، محظوره. المميزين عارفين الحكايه دي، فهم دائما بيحاولوا يستعملوا 15%. شفت الفرق البسيط ده، 5% دي بتعمل كل الفرق. فهم ما بينافسوا غيرهم، بينافسوا نفسهم، يشوفوا ممكن يطوروا نفسهم، يصلوا لاعلى مستوى هم ممكن يصلوا له كيف. يعني زي ما بيقولوا، لا يمكنك قياده الاخرين اذا لم تقد نفسك، ولا يمكنك منافسه الاخرين اذا لم تنافس
نفسك. فالمميز المميز الانسان المتميز ما بيعاين للمنافسه بينه وبين الناس، انما بيقول انا اعمل اكثر حاجه ممكن اعمل، لانه انا بستعمل 10%. الحاجه الظريفه لما تعمل كده وتطلع على 15 ولا حتى 20% تلقائيا حتلقى نفسك بديت متميز زي الراجل بتاع المسمار ده. متميز جدا في حياتي. طيب التميز والمنافسه تعدي، اذا انت متميز صحيح حتنقل المساله التميز لغيرك، وانت تكون مؤهل لمنافسه الاخرين، لانه انت اصلا بديت البدايه الحقيقيه بتاع انك تنافس نفسك. طيب ننتقل طوال المحور الثاني بتاع صفات المتميزين شنو؟ ايوه صفات المتميزين عندهم كذا صفه. من صفاتهم المهمه جدا 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 انه احلامهم كبيره. ما بيحلم احلام صغيره، لانه عارفين الحلم الصغير ما بوديك لحته بعيده، لانه تفكيرك بيبقى صغير محدود محدود. بيفكروا في الحاجه، عارفين انه في مقوله بتقول لن تتميز ابدا، لن تتميز ابدا ما لم تكون شغوفا بالشيء. فهم عشان كده بيركزوا في الحاجه دي، بيعرفوا الموهبه بتاعتهم وين. وانس اي زول عنده بقى موهبه بالماسه مهما تكون، واول ما يلقوا الموهبه دي بيقوم بيكرسوا جهد كبير جدا جدا، بيشتغلوا عليها وبيكون عندهم حلم كبير جدا عايزين يصغروا له. اديك اكزامبل سريع جدا، مثال سريع جدا. ديزني وورلد في امريكا، الملاهي العجيبه دي اللي عملها والت ديزني صح؟ الزول ده بدا فيها فتره طويله كانت مجرد حلم. انت عارف الزول ده لما جاي يفتتحوها كان اوريدي توفى، فهو ما حضر. قام الصحفيين وكذا، كان مرته موجوده للافتتاح، سالوها قالوا لها خساره انه ما موجود عشان يشوف اليوم ده. قام قالت له ما تخافوا، هو شاف الكلام ده من زمان. ده الحلم العاديه بالنسبه لي. اكمل لك الصفات سريعا كده. الحاجه الثانيه ما بتعذر، ما في عذار، ما عنده عذار. احنا اسهل حاجه عندنا العذر. يا فلان يا اخي ما كان مفروض تضرب تليفون الساعه 9 لمدير الشركه راجيك؟ والله يا جاهز. اخي والله يا اخي الشافع بالليل صحانة وكان بيبكي طول اليوم، ما قدرنا نعمل اي حاجه، زهق. ما عندهم. ليه ما بتعذر المتميزين؟ لانه عارفين انه اي نوع من التعذر انما هو مضيعه للوقت، وعارفين قيمه الوقت. واضف الى كده انه عارفين انه في حاجات كثيرة عادلة في الدنيا بالنسبة لنا، لكن ما في حاجة لما تفكر فيها أعدل من الوقت. لأنه أي إنسان كان غني كان فقير، كان في السودان كان في أمريكا كان في أستراليا كان في الهند، عنده 24 ساعة في اليوم. يعني في تخطيط، التخطيط موجود، لكن مجرد الفكرة، لأنه دائما الناس بتتعذب بالوقت صح؟ نعم صحيح. يا أخي ما قلت من زمان حتشيل حديد وبعد 6 شهور حتبقى ما عارف منه، والله ما لاقي لي ثاني. احنا متعذر بالوقت. المتميزين ما بيعملوا الحكاية دي لأنه عارفين الوقت مهم وعادل بين الناس. غير كده المتميزين لا يأبهون أبدا بآراء الآخرين في أحلامهم. بما يحصل لنا كثير جدا. يا أخي أنت عارف والله أنا حبقى نجم بتاع كورة عجيب جدا، رونالدو ولا ميسي بتاع، يقول لك يا أخي مش كده، أنت معصعص كده، مهما حصل بيدوك حاجة انك تحبطك. وبس انا اقدر اوضح نقطه، هم ما بيعملوا الحكايه دي لانه بيكرهوك ولا ما بيحبوك ولا حاقدين عليك ولا غيرها منك. السبب البسيط بيعملوه عشان عارفين لو انت نجحت وتفوقت وتميزت حتبعد عنهم تلقائيا وتمشي مع جروب او جماعه ثانيه، وبالتالي بيحاولوا يحافظوا لك او يجروك لطريقهم او يجروك. في مثل ظريف سريع جدا ما حاطول في الحته دي، لكن لو عينا لحقل زهرة الخشخاش مثلا، في مثل استرالي بيقول لك انه بيسموه مرض زهرة الخشخاش الطويلة. حقل زهرة الخشخاش ده عبارة عن كيلومترات من الازهار الحمراء الجميلة، لكن شنو؟ كلها في مستوى واحد، لكن بين كله ب 200 300 400 متر بتلقى لك واحدة بس شامخ، زهرة واحدة. نعم شامخ، حتى لو عملت لها في جوجل صورة حتلقى اكزاكتلي الكلام اللي بقوله، تلقى واحدة بس شامخة طويلة مختلفة. عارف دي بيحصل لها شنو؟ مع الزمن الزهور الحول اللي هي اكثر منها بتبدا تسحب منها التغذية، بتسحب منها الموية تلقائيا بدون تدخل اي حاجة. بفعلا حاجة يعني في الطبيعة. يقعدوا سبحان الله يقعدوا يسحبوا لك من الموية وبتاع لغاية ما تبدا تدبل تنزل وتبقى معاهم في نفس عجيب الصف. مثل الخط والاتجاه بالضبط. فاحنا غصبا عننا بنعمل كده، السلوك الانساني موجود سبحان الله، يعني بنفس الفكره بنفس الفكره، بس انما تدلل عليها يعني. اكيد. طيب نحن استاذ طارق بنحييك وسعيدين والله ايما سعاده بوجودك معنا. والله انا الاسعد. شكرا. نحن كمان بنقول لكل الساده المشاهدين يمكن المشاركه معنا من خلال
هذه المساحة لا تكون عاديا بالاتصال على أرقام الاتصال التي تظهر الآن على الشاشة. لأي إضافة، لأي سؤال، لأي استفسار، ومعنا أكيد خبير حيفيدنا. بعض الناس أنا أتوقع يكون عندهم بعض الخلط في جوانب محددة معينة حول الطموح، الرغبة، الهدف، هذه التفاصيل، فيمكن الآن ننتهز المساحة دي عشان نقدر نعرف، والمعرفة هي أكيد مدخل أساسي في تكوين التميز وتكوين أنه الإنسان يكون عنده بصمة في حياته. أستاذ طارق، أنا عايز أربط السؤال القادم بالأكاديمية. أنت مؤسس أكاديمية بامتياز. نعم. ويمكن قبل ما نطلع على الهواء كنت مع أبو بكر بنتكلم حول بامتياز، ليه ما كانت اسمها أكاديمية امتياز؟ ولعله كان لفتة بارعة جدا كانت من أبو بكر، إنه مخاطبة العقل اللاواعي في الإنسان، وإنه يا أخي الحصيلة في النهاية بامتياز. فكيف نحن نقدر نرسل لنفسنا؟ السؤال ده باركت فيه بجد. طيب سؤاله غير عادي يعني. سؤال جميل. كيف نحن نرسل لنفسنا رسائل زيدية عشان نكون ما عاديين يعني، متميزين في حياتنا؟ طب بجاوبك على حكاية الباء أول ولا بعد حكاية الامتياز؟ والله يا أخي أكيد بدل الامتياز. لأنه لو قلنا امتياز معناته شنو يعني؟ لو ترجمناه للإنجليزي اكسلنس. لكن الفكرة إنه أي حاجة تعملها تعملها شنو؟ بامتياز. فهي دي فكرة، يعني ما تتلقاه من علوم وتتحصل عليه من معارف حيكون بالتأكيد بامتياز من أي حاجة تعملها. شفتها؟ لو ماشي تزور صديقك لأنه محتاجك مثلا، لما تمشي هناك فكر أنا ماشي له، ماشي عشان أزور صديقي له، عشان أخليه مثلا نقول محبط ولا زعلان ماشي أتكلم معه، لازم أعمل الحكاية دي. ما ممكن تقول لازم أمشي أعمل الحكاية دي امتياز، صح؟ بامتياز. لما أقرأ دار أقرأ بامتياز، لما أشتغل بامتياز، أدى أي حاجة كل اللي بقدر عليها بامتياز. دي الفكرة بتاع الامتياز. بالنسبة إنه كيف الزول سألتني كيف إنه يقدر نرسل لنفسنا رسائل زيدية عشان تقودنا لإنه نكون ما عاديين. أول حاجة نعرف العادي ده من رأيك بشنو؟ نعرف الإنسان العادي عشان تتضح الصورة. الإنسان العادي ما زول كعب. الإنسان العادي 80% أو 90% من البشر في كل العالم، فهم موجودين. أغلبهم حققوا نجاح بسيط، ما مقنع شديد، لكن نوع من النجاح. عرفت كيف؟ أولادهم بيمشوا مدارس، هم ذاتهم بيمشوا بيطلعوا في مواعيد الشغل بتاعتهم، بيرجعوا بيوتهم في مواعيد الشغل، لا بزيدوا وقتهم لا منقصوا وقتهم، لا مبسوطين خالص ولا زعلانين خالص. لكن الحاجة المهمة عند الناس العاديين ديل إنه ما عندهم طموح حقيقي، ما عايزين يخاطروا. والمخاطرة دي كلمة مهمة جدا جدا. ولما أقول مخاطرة أنا ما بقول أمشي استقيل بكرة من شغلك، ولا أمشي يعني نط بين أطول عمارة في أمريكا أقول دي مخاطرة، لا طبعا. أنا لما أقول خاطر إنه جرب حاجة جديدة ما تخاف، لأنه دائما الزول العادي إحنا زي ما بنقول الخواف شنو؟ رب عياله. بيفتكر إنه كل ما يكون زول عادي ما يحاول حاجة جديدة حيربي عياله. لكن المشكلة بتجي وين؟ لما أنت تفكر بالطريقة دي وما تخاطر، في أول حاجة تحصل، نفرض في المحطة دي مثلا هسه قرروا إنه يا أخي إحنا ما حنقدر نحافظ على كل الصحفيين، حنختصر الحكاية دي، لازم ناس يمشوا. هل حيتخلصوا من الشخص العادي ولا الشخص المتميز؟ أكيد العادي. بالضبط. فهم أكثر ناس بخاطروا بسبب خوفهم من المخاطرة. طيب نحن نستقبل المكالمة ما شاء الله، ونجي نواصل معك في نفس التوضيح فيما يتعلق بشخصية الإنسان العادي. السلام عليكم دكتورة عاطفة. وعليكم السلام. تحية لكم وتحية لضيفكم الكريم. الصوت بعيد شوية أختنا عاطفة، سرفعي صوتك شوية. التحية لكم والتحية لضيفكم الكريم. وأنا لو سألوني قالوا لي من صح في شهادة التمهيد والابتساع أقول لك أنا طيبة. جزاك خير كثير. ألو، جزاك الله خير يا دكتورة عاطفة، نحن معك. الله يبارك فيك. أنا يعني بقول إنه الآن أصل الحاجة دي أشار للتميز في لمن استأجر في التأمين. طبعا الإنسان القوي ده هو اللي بيقدر يضغن عمله، والأمين هو اللي بيمتلك الأخلاق الحسنة. يعني الاثنين دي لو يتموا في شخصية واحدة بتكون أكثر تميز.
ويمكن جزء من الحاجة دي في الرسالة بتاعت الدكتورة اللي هي الرئاسة المرجعي في دائرة التكتيكة الاجتماعية، اللي هي دائما الناس بيختاروا يعني تدوا بالمؤسسة الأكثر تميزا أو الرائدة في المجال، إذا كان في الصناعة، إذا كان في الصحة، في التعليم، فبيحاولوا يقتدوا بها، بيحاولوا يمارسوا نفس ممارساتها، بيحاولوا يكون في تواصل معها عشان تكون أكثر. ودائما يعني في الغالب يعني الناس المميزين هم بيخرجوا مجتمعاتهم من تخلفها، هم الغادر، هم يكون قادرين على يفكروا بشكل جديد بعيد عن الطريقة المتبعة في تحسين المؤسسات، في تحسين الأفراد. يعني أنا صراحة أمنحكم شهادة التميز الإبداع لبرامجكم المميزة دائما ولكم. نعم، شكرا جزيلا دكتورة عاصفة من بحري على الإضافة والمداخلة، وإن شاء الله يعلق عليها الأستاذ طارق زروق. شكرا جزيلا كثير، الله يعافيك ويبارك فيك، ونحن في انتظار كل المكالمات والمهاتفات، أسئلة أو استفسارات أو حتى إضافة معلومات جديدة عبر كل المشاركين لبرنامج أنفاس الورد اللي هو من وإلى كل المشاهدين. نعلق على مداخلة دكتورة عاطفة. معلش بس ما سمعت الصوت كويس. دائما الزول المتميز والغير عادي بيكون يعني مصدر اقتداء للآخرين، وبكون في خدمة مجتمعه ورفعة أمته وبناء الأجيال. نعم صحيح، لكن اللي بيحصل شنو، دي حاجة بتمر عليه كثير، الناس بيقول لك أنا عايز أكون عنصر مؤثر في العالم. ده أول حاجة، صح؟ نعم. أو في البلد، أو في بين العائلة بتاعتي كلها. فأنا لما أسمع كلام زي ده بقول لك هذا دقيقة أصبر. لما إحنا نكون راكبين في طيارة تحصل مطبات هوائية كده، ركزوا معي في السؤال ده لأنه فيه خدعة بسيطة كده. بتقوم في مطبات هوائية، تجي المضيفة بتقول يا جماعة الأقنعة بتاعت الأكسجين دي حتنزل، شيلوها خدتوها في أولادكم عشان يتنفسوا، وبعدين خدتوا القناع ده في وشكم. صح الكلام ده؟ ما صح. صح. هم بتقولوا دائما في اي طياره شيل القناع حطه في وشك اول، ومن ثم انقذ الثاني، من ثم، لانه لو ما انقذت روحك ما حتقدر تنقذ، فانا بقول الواحد يبدا دائما بين نفسه. اول حاجه انقذ نفسك، حقق اهدافك، اتميز، وبعد ما تعمل الحكايه دي وانت تبدا مع نفسك زي حكايه الاكسجين كده، يمدها للاسره بتاعتك. انقل الكلام ده لاولادك، علمهم. خلصت من الاسره امشي للعائله الاكبر، امشي للاصدقاء، امشي للحله، وتتوسع دائره التميز والغير عاديه. بس انت بتبدا من نفسك وبتتوسع لغايه ما ان شاء الله تغير العالم. يمكن بطريقه غير مباشره، انت اذا تميزت في نفسك بتقدر بعد ذاك تمشي بيه. بتكون العنصر زي ما قلت بتنتقل تلقائيا، اي زول جنبك حيتعلم منك ويستفيد احسن. افضل الصفات الممكن تكون يعني عند الانسان انك تكون مصدر الهام للاخرين، مصدر صحيح. تجربه، يعني من تشاهد خليل ده ناجح كده في واحد من المجالات، انت تلقائيا بقوم يسرب لك احساس التميز. صحيح، يعني انك صحيح. انت تكون زيه او مثله، ودي بالمناسبه باعتباره الغيره الحميده. صحيح. يعني والعكس صحيح. لما ترتبط مع ناس يعني ما متميزين تلقائيا. نعم. والحاجه في الناس العاديين على فكره واحده من مشاكلها انه الحكايه دي مقبوله اجتماعيا، لانه 80% كده. نعم. صح؟ نعم. نعم. نفس الوصف. نعم. فمقبوله اجتماعيا، ودي بتبقيه اكثر خطوره، عشان كده انت الاثنين 100% انه فعلا الواحد يتقرب من الناس المتميزين عشان يبقى زيهم. طيب بس ما احيانا احنا بنلقى في شخص هو متميز في بيئه حوله ما متميزه، هذا يستطيع انه ينقل هؤلاء الغير متميزين الى التميز طبعا. واخر ربما يعني هؤلاء ينقلونه هو الى بالضبط عدم التميز. بالضبط، زي زهرة الخشخاش. بيجيبوها يجبرونها تنزل معاهم. المعيار شنو في الحته دي بالضبط؟ طبعا. عشان انا اقدر انقل الناس الما متميزين الى التميز عندي، واحمي نفسي ما يجروني على في حاجه يعني انا حاول اترجمها بالعربي لانه انا قريتها بالانجليزي سمحتوا لي. يعني بتقول many are called but few are chosen. في ناس كثير بيمشوا على الحاجه بينادوهم، لكن شنو الاختيار بيكون العدد محدود. دي سنه الحياه، زي ما قلنا 80 90% عاديين و10 متميزين. من ال 90 او ال 80% ديل ما كلهم حيتميزوا حتى لو حاولوا. صحيح، لانه الصفات كلها باع عندهم، لكن حتلقى منهم على الاقل 10% مستعدين
مع شويه الهام وشويه مساعده مستعدين دي مهمه جدا. طيب بالضبط. نحن معنا اتصال الان. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك يا ام عبد المجيد من حل شرق النيل حته كوكو. لو سمحت يعني انا السلام كان جميل جدا جدا للتميز. يديك العافيه. يعني انا ما عارفه التميز ده يعني من رب البنات في مراحل عديده. الصوت شويه ام عبد المجيد اذا في امكانيه للصوت لانه عشان نسمعك بوضوح. بالتميز يعني التميز يعني انت يعني اصبح كارثه. انا عندي ولدتها مميز جدا جدا في دراسته. وفي مجال خارجة حتى في مجال الفنون في مجال الرسم في مجال الحج في مجال الكورة في أي شيء موهوب عنده موهبة صحيح عنده موارد محددة يمكن الحج حتى ينال درجة الدكتوراه كان يشتغل في الجامعات هنا في السودان ومتى بعد ذلك دخل برضه في يعني حاجة كده تقريبا دينية ها والدين ده في البلد يعني بس خلاص هو ما بيشتغل ما يعني في حاجات كثيره كده ذهب فيها وعنده راعي وانا ما اعرف انه خلص من السكه دي كيف. طيب يعني بدات ظهرت عليه بعض الحاجات اللي ممكن تخصم من 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 طريقه موهبته او حتى تعامله مع الحاجات. تعامله مع الحاجات لا خلاص خلاص بقى متبين شديد شديد خلاص جدا ان شاء الله تجد التعليق المناسب من استاذ طارق على على النقطه دي. طيب اقبال خليل اقبال مش الو مرحبا السلام عليكم. الله يبارك فيك. الله يديك العافيه. مرحبا بك اخذنا اقبال. تسلم بحييكم والله بحيي برنامجكم. الله يديك العافيه. مرحبا بك حبابك. تسلم ان شاء الله يديك العافيه. الله يحييك تفضلي. الله يبارك فيك. والله بشيد يعني ببرنامجكم وبرنامج مميز يعني حلقة الليلة دي مميزة. شكرا 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 جزيلا. عندك أي إضافة في سؤال؟ بسأل الدكتور بقول له يعني أنا أنا لا دكتور أستاذ طارق لو حبيت يعني طارق بدون أستاذ يكون أحسن تفضلي. بحب يعني أعمل حاجات كبيرة يعني كذا. أيوة يعني عندي طموح يعني في الحياة زي ما بقول. طيب بقول لي انت طموحك عالي لكن ما عارف الحته دي طموح يعني شنو. طيب في انجازات عملتي حاجه كده واضحه ميزت انك انت طموحه دي؟ الحمد لله والله مميزه والله الحمد لله بحاجات كبيره لكن يعني كثيره يعني. طيب جدا ان شاء الله. لو في مداخله من استاذ طارق عندك لها عندك لها سؤال الان قبل ما هي تمشي؟ لا لا بالعكس. تمام تمام شكرا جزيلا لاقبالك وشكرا على مشاركاتك اليوميه والمستمره جزاك الله خير. طيب الله يحييك. ام عبد المجيد ولدها صاحب مواهب متعدده ومختلفه جدا بعد فتره من العمل والدراسه والعمر يعني بدا حصل له تغيير كامل واصبح عنده راي في اي حاجه ممكن ممكن تحصل. رأي ايجابي بمعنى في بدايات الراي على ما اعتقد هي من خلال المداخله اصبح في تغيير في فيما يتعلق بتعدد مواهبه يعني اصبح ما زي ما كان في الصغر. هل ممكن المساله العاديه تكون مرتبطه بمرحله عمريه بدايه العمر يكون الزول متميز وايجابي وممتاز يقبل يتقدم لقدام يعني تكون الحاجه دي قليله او تقل؟ برضه سؤال مهم جدا. التميز بقى سهل انما بسيط. التميز عبارة عن خطوات بسيطة نخطوها كل يوم لكن ما شرط تكون الخطوات دي سهلة. خلينا نشرح الفرق بسرعة. الخطوات لو الدكتور قال لك يا أخي أنت محتاج تمشي في اليوم 10 دقائق كل يوم عشان صحتك تتحسن الحكاية دي معقدة؟ أبدا انتهى البساطة. لكن هل بتقدر تمشي كل يوم 10 دقائق لمدة سنة بدون ما تقيف؟ هنا بتبقى الحكاية ما سهلة. ده سر النجاح يبدو لي. التواصل بالضبط. الفرق بين النجاح والفشل على فكرة هو تعريف بسيط. النجاح خطوات إيجابية نحو الهدف بشكل منتظم والفشل خطوات سلبية بعيدة عن الهدف بشكل منتظم. بالنسبة مهما كانت بسيطة يا أستاذ طارق مهما كانت بسيطة يعني الخطوات دي بسيطة جدا يعني ما في زول بيكون طموحه كبير زي ما قالت إقبال لازم يكون طموحه كبير لكن شنو بيخد في باله انه باب كده عايز يصل طوالي الحياة بالضبط. وانت عارف تجيب ما من وين؟ من الافلام بتاعت السينما. بنشوف الفيلم بيبدا الفيلم
بعد شوي الزول العادي بيبقى مليونير، بعد شوي ما عارف بيعمل له بزنس شلون، بعد شوي بيخسر قروشه، وبعدين في سنتين بيقوم فجاه تاني بيبقى غني وانتهى الفيلم. بنفتكر الحياه بتحصل بسرعه. الدائرة اقوله بس بالنسبه لنا وصيتنا ورسالتنا والعلاج اللي ممكن تستفيد منه ام عبد المجيد لولدها تتبع. انا بقول لا، اول حاجه لازم كويس انه عارف موهبته. انا ما اعرف موهبته شنو، لكن ده اهم حاجه. الايمان انه عندنا موهبه، والمعرفه انه ما حنتميز ابدا لو ما فعلا كان عندنا موهبه احنا عارفين شو ومصرين على اننا نواصل. لكن دي المهمه، لازم نحضر نفسنا ذهنيا للمصاعب اللي حتجي. لو كانت الحكايه ما فيها مصاعب في الطريق كان كلنا عملنا الدائره دايرينه. طيب لو احنا عندنا القدره انه مثلا لو عندك 1000 زول عايزين يعملوا نفس الحاجه وكلهم عندهم نفس القدره، حتفلتروا بكيف؟ حتشوف الزول اللي عنده قدره على التحمل، قدره على انه يجتاز الصعب. فالصعب دي ما الزول ما يعني لازم كانها حيطه واقفه في طريقه، دي حجار، حجر عثره في طريقك. انت تعين لها زي ما هي. بالعكس لو ما جاتك حاجه تخليك تحبط برات وتحس انه لا حول الله، بس ما تستسلم. ده هو السر، لانه وانس ان استسلمت انتهى الموضوع خلاص. ما تستسلم، كله ما تقع حيجي اليوم حتطلع. تعرف بيقول لك الفشل هو سماد النجاح. السماد ده لو وقعنا فيه في الطين حنتوسخ، صح؟ السماد ريحته ما سمحه، صح؟ لكن بنعمل شنو؟ حنقوم نتمفض وحنواصل. فالحاجات دي مهما نقع فيها بالعكس دي معناتها ده اختبار لك. لو اجتزته حتمشي للمرحله الجايه، لو قدرت تعديه حتمشي لتجربه جديده. وحقه ما نسميها احباط ولا فشل، كل حاجه نسميها تجارب بتاهلنا عشان نكون ذهنيا جاهزين عشان تحقق الهدف بتاعنا. طيب مع الوصيه الثانيه ممكن تبدا تحفزه ببعض الاساليب الجديده. انت كنت ناجح وقبل كده كنت موهوب وممكن البلد منتظره منك كثير، اضافه لاسرك نحن راجينك، او الاستعانه بخبير او مختص او زوج شخصي قريب يقدر يستفيد من انه هو الحاصل له شنو. ده فيما يتعلق لام عبد المجيد لولد البدا، شنو بدا تتغير عنده بعض العادات بتاعه النجاح او بتاعت عادة انه هو غير عادي. ما انا بقول انه دي بتحصل في العمر، بتحصل مرات. نعم. لكن لازم نذكر الزول بهدفه، نذكره بانه هو عايز يكون شنو. هل عاوز يكون رقم من الارقام؟ هل عاوز يكون حبة رمل بين كم تريليون حبة رمل؟ ولا هو ربنا اداه موهبة زي ما كلنا عندنا موهبة، بالذات في البلد العظيم ده فيه مواهب لا تنضب. فلازم بس نحاول نقنعه انه دي حاجه بسيطه ودي حجر عثره في الطريق ودي حاجه طبيعيه. عشان كده دائما المتميزين بيهيئوا ذهنهم للحاجات دي وما بعينوا لا باكبر من حجمه، عشان كده بيعدوا اي تحدي، ما في حاجه بتستمر للنهايه. جميل شاء الله. طيب البيئه دورها كبير جدا، وانت الان يعني بتتكلم عن السودان يعني بلد المواهب زي ما سميته يعني. هو حقيقه كذلك. انا عايز الان تعمل لنا مقارنه سريعه جدا، وانت عندك تجربه في بريطانيا يعني، ما بين ما نحن موجودين في السودان بنقول يا اخ والله البيئه ما مساعدانا، البلد ما مساعدانا، عذر برضه في تفاصيل زي لا عذر برضه. فداريت تتكلم لنا عن دور البيئه في خلق الشخص المتميز اللا عادي، والبيئه بما فيها من الناس يعني زي ما ذكرت اقبال، يعني بتقول الناس بتقول يا اخ والله انت طموحك عالي شديد. دي بتحصل وتكلمنا عنها، انه الناس دائما بتحاول تقول لك طموحك ما حتقدر تحققه. طيب البيئه انا يمكن افاجئك شويه باجابتي. انا ما بفتكر بالذات الزمن ده الحكايه زي زمان، لانه كلنا مربوطين هسه بالانترنت والتكنولوجيا، وعلى فكره دي اللي خلتنا ناسس اكاديميات بامتياز زي ما هنتكلم عنها. فالبيئه ذاتها في حد ذاتها ما زي زمان. زمان هاي لما تكون في لندن ولا في امريكا طبعا ممكن تلقى معلومات اكثر، كتب اكثر، هسه كل حاجه موجوده في الانترنت. المشكله وين فينا احنا؟ انه بنفتكر والله لو طلعنا لو عملنا حنلقى كل حاجه برا. لكن انت عارف المشكله شنو؟ لما تطلع بدون ما تكون متميز في وقتك الحالي حتسوق نفسك معاك، حتمشي الحته ديك. زي واحد مثلا بشاكل زوجته وزول قاسي جدا عليها كويس، وبعدين قام في النهايه قرر انه يطلقها ويعرس واحده ثانيه، لكن سايق نفسه معاه بمشاكله، حيمشي يعمل نفس الحاجه. فالتغيير بيك انت، اول حاجه غير نفسك بعدين حتقدر تغير حاجه. جزاك الله خير استاذ طارق. ممتاز. مهند السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك وحبابك عشرة مهند من الدمازين. عنديكم وضعكم الجميل متميزه، وشكرا لقناتكم وللبرامج الجميله اللي تميزت بتقدموها. فتزورت برنامج جميل وانا من المتابعين دائما.
تسلم. الله يجزيك خير، جزاك الله خير مهند. تفضل نتكلم عن الانسان والشخص الغير عادي لنفسه ونفعه لمجتمعه. الانسان الغير العادي بنفسه بيقدر يقدم شيء جديد بالنسبه لنفسه وشيء جديد بالنسبه للمجتمع، حتى لو كان عنده فكره عاديه ممكن يحول الفكره العاديه دي لفكره متطوره متميزه. انسان بيقدر يعني يكون رغم صعب في المجتمع يضع بصمته الاجتماعيه في المجتمع، وان كانت فيها دي طبعا فيها بسيطه ونادره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس كبيرين لا تزال تجد فيهم راحله في المئه، يكون فيها 1% و10% زي ما ذكر الاستاذ جبير. لكن مع الاسف الشديد الاشكاليه في السودان انه حتى 1% او 10% يتواجهون كميه من الاحباطات، الاحباطات تبدا من البيت من الاسره المجتمع اللي حواليك اصحابك. يعني انا بطرح كثير جدا من الافكار للناس بلقى دائما اعتراضات، لا المشروع ده ما حينجح، الفكره دي ما حتنجح، حتواجهك عقبات. اقول لهم يا اخي اصلا في اي مشروع في اي فكره لابد من وجود عقبات وعثرات، صحيح، من وجود تحديات. نعم. فلو الاستاذ تكلمنا عن الاحباطات وكيف الواحد في المجتمع بتاعه يتكلم، يعني كيف يقدر يواجه الاحباطات اللي بيلقاها من اصحابه، اللي بيلقاها من ناس البيت، اللي بيلقاها من المجتمع اللي حواليه. شكرا لك. شاكرين للوعي الكبير جدا مهند من الدمازين والطريقه اللي فيها نوع من الحماس واثبات وجهه النظر واسلوبك الممتاز في السؤال والاستفسار. شكرا مهند من الدمازين. الله يعافيك ويبارك فيك. ممكن نعلق طوالي استاذ طارق؟ نعم الاجابه. نعلق على اي اي تعليقي؟ لازم الزول يكون قوي، ودي ما حاجه بتفرق بين الزول الضعيف ولا حاجه شريره. يعني لو قلنا في اثنين، الاثنين ناس طيبين ناس كويسين، لكن واحد بنى بيته في الرمل، واحد بنى بيته في الصخور، الاثنين طيبين صح؟ هيقوم من بنى بيته في الصخور هيعيش كويس، البنى بيته في الرمل هينهد فوق راسه معرض ليه. لكن يعني الاثنين طيبين، اول حاجه بيقولها يا اخي انا عملت شو؟ انا زول كويس، انا زول طيب، ليه حصل لي كده؟ لانه لازم الانسان يكون قوي. الاحباط بيمر علينا كلنا، فكر دائما ان الاحباط ما بيستمر، الاحباط دائما بيطلع. احيانا في ناس ربنا مسخره لنا عشان تسهل لنا انه نطلع من فتره الاحباط، واحيانا زي الفصول بتاعت السنه بتمر وراها. لكن طول ما انت خدت في ذهنك انه دي زي ما قلت مرحله ضروريه واساسيه عشان توري الزول اللي بيقدر من اللي ما بيقدر، يا جماعه لازم يمر بها. فلو عاينت الامور بالشكل ده ومهما الناس تقول لك وتكلمنا على كلام الناس، فبفتكر انه انت حتصل في النهايه بكل تاكيد لهدفك. نحن طبعا لسه يعني كلامنا كثير والموضوع كبير يعني. لكن سعدنا جدا بك والله خلال الفقره دي. اخر سؤال نختتم به وهذه المساحه، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. مظبوط. نربط ما بين التغيير والانسان الغير عادي في دقيقه ان شاء الله. معك 100%. وشوف سبحان الله حتى مختلف الدول ومختلف الديانات بترجع لنفس النقطة العظيمة دي. إذا ما غيرت نفسك ما في حاجة بتتغير. حتى تعرف الجنون بالمناسبة، تعرف الجنون هو شنو؟ تعمل نفس الشيء كل يوم وتتوقع نتائج مختلفة. لأنه مستحيل تحصل. أكثر القاعدة هاي، أول حاجة غير نفسك إن شاء الله كل حاجة بتتغير لك. كنت بس عاوز اقول كلمه سريعه قبل ما نختم. انا كان بامتياز انه احنا في اكاديميه بامتياز بناخذ بيد الانسان، اي شخص دار يتعلم الاعلام بفنونه وبكل التفاصيل بتاعته اونلاين. الاكاديميه بتاعتنا بنعلم فيها طبعا كل حاجه تتعلق بالصحافه التلفزيونيه من الالف للياء للمبتدئ والخبير. ويا ريت الناس تزور موقعنا وتشوفوا برضه، لانه بيتكلم عن كل الحاجات برضه ذكرناها دي. وين الموقع؟ الموقع هو بامتيازacademy.com، او بس لو فتشتوا عن اكاديميه بامتياز في جوجل حتلقوه. نعم. شكرا جزيلا لك استاذ طارق زروق مؤسس اكاديميه بامتياز على الاطلاله الصباحيه والتجاوب الحميد والممتاز مع لا تكن عاديا. شكرا لكم وشكرا على اسئلتكم اللطيفه والمهمه جدا جدا. بعد خلينا ما اظن يكون الامر عسير في انه الانسان يكون يعني غير عادي. هو طبعا نقطه مهمه جدا وردت في الحوار، انه إذا لم تكن هناك عثرات المسألة معناها عادية، فأنت لما تواجه العثرة ده دليل على أنك أنت ماشي تمام.